صباح الخير مشاهدينا الكرام حلقه جديده من السياسه اليوم الاحد 15 كانون الثاني 2023 بشرفني رحب بضيفي بالاستديو مدير مركز الارتكاز الاعلامي استاذ سالم زهران اهلا وسهلا صباح الخير لحضرتك وللمشاهدين اهلا وسهلا استاذ سالم بمحاور هذه الحلقه بطبيعه الحال التطورات القضائيه اذا صح التعبير التي سجلت في الساعات الاخيره الاستحقاقان الرئاسي والحكومة واللي يعني مرتبطين ببعضهم بشكل عضوي ايضا الحراك تجاه لبنان تحديدا زياره وزير الخارجيه الايرانيه عبد اللهيان الى لبنان ومن ثم الى دمشق يعني وبدنا نقرا بيناتهم وبطبيعه الحال ما يتفرع من هيدي المحاور على مستوى العلاقات الاطراف الداخليه مع بعضها وايضا يعني ما ينتج عنا من هذا التازم من الوضع المعيشي المتردي واللي عم يزداد انهيار ايضا، اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك اسمح لنا نبلش مع يعني التطور اللي صار بالساعات الاخيره الناشط واليمين يتم توقيفه، يتم اخلاء سبيله بسند اقامه. المشهد كيف قريته شو اللي صار؟ نحن يمكن من اكثر البلدان بالعالم اختصاص بتقزيم الملفات يعني <applause> اربعه اب انفجار مدينه بلش الحديث بالإعلام النترات وكيف اجت النترات وكيف تفجرت المدينه وهذا الشيء الطبيعي تحت منا نزلنا صرنا نقول طيب شركات التامين وانا مني وبجر في مليار ونص دولار تعويضات لاهالي بيروت في تقديرات بتقول لا 3 مليار دولار نعم. شرفوا يا جماعه خلينا نشوف تعويضات المدينه بعد شوي نزلنا وصار عنا قضيه فرعيه من القضيه المركزيه اسمها 17 موقوف ابرياء موجودين بالسجون عم يخلص عمرهم وما حدا عم بيقول لهم ليش موقوفين وفي خبرك عن كل موقوف قصه وحكايه لانه اهاليهم كل النهار بيبعت واتساب وما بقى لي ارد عليهم من وقت طويل لانه ما عندي شيء قلن لهم يعني. رجعنا نزلنا صرنا بطارق البطار صار كل النهار والليل نشره الاخبار والاعتصامات بالشارع خلوا البطار لا اتركوا البطار لا وقفوا البطار لا ردوا ايد نعم. البطار هلا نزلنا مع عند الاستاذ طار البطار لعند الاستاذ ويليام نون وصرنا ويليام نون بينام بالحبس لنهار التنين ولا بفل نهار السبت ولا نهار الاحد نعم. نعم. انفجار المرفأ وكلنا يعني كنا عم نبل ايدنا فيه لانه عم نقسم هيدا الملف الى ملفات جزئيه صغيره شخصيه وصولا الى المشهد امبارح كان بيسوى يكون هالاعتصامات وهالمظاهرات وهالنواب وهالحراك الديني لنقول مين اللي جاب النترات او بيسوى نعمل هيدا المشهد قدام شركات التامين ونقول لهم شرفوا هاتوا 3 مليار بالوقت اللي نحن عم نشحد من صندوق النقد الدولي 3 مليار على سبع سنين مقسطين لنعوض لاهالي بيروت اللي بعد في ناس لهلا يا عايشين عند اصدقائهم واهلهم يا مستاجرين يا مهجرين صحيح. من بيروت كان بيسوى هيدا الملف هو ذاته نزله ونقول في 17 موقوف بريء الن سنين مش 24 ساعه بالحبس م. سنين بالحبس وتعوا يا جماعه نطلعن نحن مجتمع لا. يمتهن تقزيم الملفات لا. بعد ان كان الملف من فجر العاصمه بيروت ومن جاء لا. بالنيترات صار الملف اذا حدا من الاهالي بيتوقف 24 ساعه و48 ساعه وهون بالحادثه هي ذاتها لما يبين اني والله عم بغرب اني علق عليها شو اللي عمله الريس زاهر حميدي؟ وقف شاب قال له روح بلط البحر بدي كسرك انت والعدليه طيب نعم. عمل كرامته وكرامه العدليه وجابه مضاع ضاع تعهد وهو مضيع هذا التعهد انه انا ما بقى اشتم القضاه ما بقى أقرب على العدليه نعم كانت سقفة مم. ما كان بدها كل هالخبريه وكل هالحكايه وللاسف مكفيين بنفس المسلسل ما قام به الرئيس زاهر حمادي هو مم. فعل طبيعي في بلد طبيعي واحد عم بيقول له بلط البحر ما نعم. عنده معمل بلاطي يروح يبلط البحر مم. طيب عنده عنده قانون وعنده صلاحيه، مارس نعم. الصلاحية جيبوه يمضي تعاهو بفل طيب ما قبل ب 24 ساعة اثنين بالكورة شتموا بكركي مني وجر، ضل واحد منا ما نعم. وطلع بيان من وزارة الداخلية يقول تم توقيف هال... 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 هالزعران، مم. مش هيك؟ مم. أنا ما عم بقول يا خيي إنه اللي صار زعرني، بس لا اللي صار مخالف للقانون، طيب مخالف للقانون أخدته على القانون، أنت ما فيك تعتبر القانون والقضاء مثل هول اللي كانوا يعبدوا آلهة التمر أيام أيام نعم. الجاهلية إنه بنهار بتعبدوا وبتركع له وبالليل بتاكله ما فيك بنهار تقول بدنا قضاء وبدنا عدلية وبدنا حرية القضاء وما حدا يقرب على طارق البطار وقت مدعي عام بيروت ساقب اسمه زاهر حمادي وساقب إنه من الجنوب وساقب إنه شيعي ياخذ قرار بقول لا أنت لأنك من من هالميله ما لك حق تاخذ قرار على مواطن من تاني ميله طيب بكره بالعكس no. يجي مناصر لحزب الله او حركه امل يوقف قدام العدليه ويراشق بالحجار سهيل عبود ويسب له ويشتمه شو بيصير نعم. No. طيب لشوف mm. واذا قام القاضي زياد ابو حيدر افترضنا نعم. No. عمل اشاره وقفوا لهيدا الشاب mm. انت برايك رح ينزلوا حركه امل وحزب الله وينزلوا نواب ويقطعوا طرقات ويتظاهروا رح بسطها mm. mm. وليام مفجوع ماشي no. نزل على العدلية، سب وكسر وقال له للقاضي زاهر حمادي انت والعدلية بدي فجركم وكسركم، بعت وراه عمال تعهد خطي ما بقى تسب، ما بقى تجي لهون، مضي وفل على البيت، اقلي بيها واحد شيعي بكره نعم آه بيوقف قدام مكتب سهيل عبو يرمي حجار ويكسره ويقول له بدي فجرك، مم. شو بيصير؟ ليت لشوف يعني خبريني ننش... بدنا نشوف ما المشهد ما بيسوا. كيف لا ما بيسوى ما بيسوى، ما, ما, ما بقى تزغروا الملف روحوا شوفوا مين جاب النترات وفجر العاصمة مم. روحوا شوفوا حقيقة شو اللي عم بيصير مع الموقوفين ال17 اللي عم يموتوا لهم سنين بالسجون نعم. وما حدا يتفه الملفات سقفه ويليام نون كان سقفه الاقصى بلا ما يقعد 24 ساعه يقعد 26 ساعه ما كان بدها كل الحفله مم. والاخطر من هي الحادثه هي تداعيات هي الحادثه تداعيات حكي. هي الحادثه على مستوى العدليه مم. وبرات العدلية مم. على مستوى برات العدلية شفت المشهد صحيح وبكره انا عم بقول لك روحي واقفة مخالف عمار باي منطقه كمان بيجوا النواب لكن بيتظاهروا وبيقطعوا الطريق وبنرجع بنفوت بهالحفله الحفلة اتنين طيب داخل العدلية انه اليوم مش مش مسحة مجلس قضاء الاعلى اللي فيه سبع اعضاء اليوم اللي لازم يكونوا عشرة بس في ثلاثه خلصت ولايتهم يكونوا ست اعضاء عم يعملوا بيان ورئيس مجلس قضاء الاعلى عم يعمل, عم يعمل بيان, بيان. ضد صحيح الحدث في حد ذاته كان يمكن ان يتم معالجته بقمه الهدوء وكان إذن تدعياته على كان فيه على القضاء يوصل نعم. يوصل يمضي تعهد ويفل إذن يعني اللي صار أستاذ سالم لحضرتك عم تقوله أنه الذي حدث أذى القضية الكبيرة الوطنية اللي هي قضية انفجار المرفأ قضية التحقيق فيها لأنه مثل ما حضرتك عم نعم. تقول عم بيتم تجزئتها ويعني على المستوى الآخر والكبير التداعيات لحضرتك عم بتقول أنه بكرة أي موقوف إن شاء الله على زبط سرعة يمكن كمان نبلش نشوف هيدا التظاهرات أسقطت هيبة القضاء هيدا شو بيقول هو الهيبة عم تخلص م. بس نحن عم من ندعوسها هلا صرنا بغير مرحله وبعرفك بتحب زيادة الرحباني يرجعوا الناس يحضروا في مشهد بمسرحيه بيشبه اللي صار مم. انه مم. هو الاهالي اللي بيكونوا عم بتزاروا مم. ما هو الاهالي لا هيدي اهالي هي مزحه انت بتعرف انه مزحه ونحنا بنعرف انه مزحه كل الاهالي بكل الميلات هن عنوان للاستخدام مم. مش بس أهل الانفجار بقى نعم. اهالي الانفجار باقي اهالي وين ما بدك انا اللي عم شفنا الاستثمار اللي صار صور صور مبير. المشهد على الشكل التالي مم. احب نصري حزب الله او حركه امل نعم. يقف امام العدليه يرمي بالحجار والتكسير والشتم للرئيس الاول المحترم سهيل عبود وياخذ القاضي زياد ابو حيدر اللي هو بدا عام بيروت سوري المسيحي يوقفوا لهذا الشيعي وين بنصير صحيح انا اكره ما عندي هاي اللغه المذهبيه الطائفيه مم. اكره ما عندي ولكن لكن يعني مشهد اللي عم تقوله حضرتك يعني بطريقه بشعه وحقيرة صحيح لانه شفنا يعني التصريح والتوافد الكبير اللي صار والاستثمار على هيدا الموضوع استاذ سالم امبارح البعض ربطها مع جلسه الحكومه يعني عم بيقول هيدا اسكيب واحد ربطها البعت... بمظاهرات ايران صحيح البعض البعض ربطها واحد يعني قال انه اللي عم بيصير هو بروفا كيف بدهم يتعاطوا مثل اي ايران مين ايران لا وعلى خ... يعني كمان تزامنا مع زياره وزير الخارجيه الايراني انه عط... عطت توجيهها والتعليم لل... للسلطه يعني خبرك بال... معلومه القاضي نعم. زاهر حمادي كان عم بفلله لو ما قطع الطريق يعني أه. كان جاي يمضي التعهد يفلح بيته مم. مم. قطع الطريق هو اللي نيمه ليلى وهول النواب اللي قاعدين يعملوا عرضات انتم روحوا فرجوني مرجلتكم قدام شركات التامين اللي قرضت مم. 3 مليار بانفجار المرفأ نعم. مش بتاخذوا وكالات وبتدافعوا عنهم تحت الطاوله وفوق الطاوله مم. فرجوني وين شطرتكم مع أهل الموقوفين ال17 نعم. لان من كل الطوائف ومن كل المذاهب ومن كل التيارات نعم. من بدري ظاهر لابن المولى نعم. فرجوني مرجلتكم بموضوع المجلس قضاء الاعلى وقت اللي بيجتمع ليحط محقق يبت باخلاقات السبيل وما تقبلوا، فرجوني مرجلتكم لما اجت السفيره الامريكيه مسحت الارض بالعالم بالعدليه كرامه زياد العوف الامريكي الجنسيه. نعم عم هلا المرجله على زاهر حمادي نعم. المرجله؟ نعم لا في شيء غلط عم بيصير، طيب. في شيء غلط وعم ينحطوا الناس كما لو انه واحد مع الاهالي وواحد ضد الاهالي، لا مم. انا مع وليام وانا مع الاهالي وانا مع الضحايا بس صحيح. انا كمان مع الموقوفين ال17 وانا كمان بدي اعرف مين جاب النترات وفجر المدينه وانا كمان بدي الشركات اللي قرطت مليارات الدولارات ترد التعويضات م. ما في الواحد هي القضيه الكبيره ياخذ منها شباك صغير ويصير هو القضيه ه هيدا المسار بالتعاطي مع هيدي القضيه بعد سنتين ونص استاذ سالم هيدي القضيه اليوم فينا نقول يعني عم عظم الله اجرك هي القضيه نفسها بالسما سترندا خلص ما عاد <applause> في قضيه بالمرفق بيروت اليوم صرنا ما عم اقول لك قد ايه نزلنا 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 هلا صرنا ليك وين؟ نعم يعني للاسف صرنا <تصفيق> صرنا بهيدا الدرك هالقد <applause> ما هو بطل بس اللي صار العنوان المرفق صار عنوان اسمه طارق البيطار خلص بده يصير عنوان اصغر وهلا صار اصغر وراح يصير اصغر واصغر واصغر واصغر, وأصغر. <applause> طيب استاذ سالم هيدي اللي صار هيدي, هيدي الاحداث اللي صارت هي يعني هل قد حجمه مثل ما حضرتك عم يعني توصفه ام يعني بتوافق مثل ما عم يربط البعض مع الوفد القضائي الاوروبي <applause> مع جلسه الحكومه <applause> لا, 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 لا 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 لا, هيك يعني لحرف الانظار شو هالتحليلات شو اللي دائما تبنى <applause> على يعني حدث هالقد محلي وحدث هالقد حجمه ممكن يكون في, في حدا ربطها عم بقول باللي عم بصير بايران في حدا ربطها بزياره عبد الامير صحيح شيك كوميدي سوريالي غريب م. عجيب م. الحدث هيدا الاستثمار حدثي. اللي عم بيصير يعني كل حدثي. واحد عم بيشوف بالعين اللي بتعجبو بتعجبه حادثة كان فيها تخلص بنص ساعة نعم يوصل يمضي تعهد ويفل نعم. تخلص الحكاية على رو. كل حال واليوم لكن... تنان نازل على يعني كمان رايح على المركز ما بيستكمل سوى. التحقيق بخاطره ب... ما بيسوى بلد م. ممنوع فيه حليب الأطفال عن الناس مرفوع عنه للدعم من امبارح إيه صحيح. بلد ما بتجي الكهرباء فيه نص ساعة بلد الحد الأدنى للأجور صار أقل من الحد الأدنى للأجور بس مش من السنغال لا بسريلانكا نحن عم نتنافس نحن وسريلانكا هلا بلد فيه مرضى سرطان عم بيموتوا ونشط الاخبار على الان بهالحادثه نعم ما حصل مجرد حادثه مم. بتحمل مسؤوليه عدم معالجتها هن هول اللي المحامين وال والنواب اللي كبروا الموضوع لانه كان الموضوع بيخلص ب بي خمس دقايق وبتعهد وبفل، مم. وهو ذاته الصبي طلع قال انه انا بتشكر لواء صليبة وانا بتشكر القضاء والتعامل معي كان محترم صحيح التعهد نعم. ما بيسوى بلد بيحترف تقزيم الملفات الكبرى. مم. كنا بدنا الحقيقه ومين اللي قتل الضحايا. نعم. صرنا بدنا الموقوفين الابريا ال17 موجودين بالسجن وهلا صار بدنا هالصبي يعني خلص سن... له موضوعه. صحيح سنتين ونص عم عم نقتلهم اكثر واكثر يعني للشهداء ولاهالي الشهداء للاسف عرام وعم نقتل قضيه وطنيه يعني يمكن حل قضيه وحده استاذ سالم من القضايا الوطنيه اللي ولا مره شفنا يعني اي خاتمه لاي ملف كان كان بي يعني بيسوى ينمشى بهذا الموضوع لتكون انطلاقه لتبلش الناس اصلا تستعيد الثقه بدوله بتحميها على الاقل اذا متنا نعرف من قتلنا بس يعني هيدا هيدا العنوان على نعم. رحم الله الضحايا وتم تقزيم ملف انفجار المرفا ليصبح ملفا فرعيا في النكد السياسي ومنفتح على القطعة طيب خلينا نلتقي لملف تاني عنوان خلاف جديد الحكومه رح تجتمع الحكومه هذا الاسبوع، لماذا يت... حتى الساعه يتريس الرئيس نجيب ميقاتي بالدعوه الى هذه لا الجلسه؟ لا بعتقد اللي فهمته انا بكره الاثنين رح م. يتم الدعوه لجلسه نهار الاربعاء. لو لولا وفاه الرئيس الراحل حسين الحسيني تعزينا له لعائلته لكل احبائه لكان مفترض الجلسه تصير الجمعه الماضيه. انا اللي بمعلوماتي انه يوم الاثنين رح يدعي للجلسه ونهار الاربعاء راح تكون الجلسه نعم. بيبقى في تفصيل واحد مش محسوم مم. وهو جدول اعمال الجلسه مم. حزب الله ابلغ الرئيس نجيب مئاتي نعم. نحن بنحضر فقط في بندي الكهرباء نعم. يعني البواخر اللي على بالبحر صحيح وهلا فهمت صار الرقم فوق المليون وشي الف دولار نعم ندفعهم بينالتي غرامه لانه مش عم نفرغ البواخر والامر الثاني الفيول العراقي وهذه الهبة المشكورة من الإخوة العراقيين نعم. للبنان واللي لولاها ما بتجي الكهرباء خمس دقائق وعليه حزب الله قال له للرئيس مئاتي جدول الأعمال بدك تزمه تختصره على الكهرباء صحيح. وهيك بيكون حزب الله وازن بين منزلتين من جهة مش عم يعطل شيء له علاقة بهموم الناس مم. وخاصة أنه واضح أنه هاي البواخر فيها تبقى مم. بالبحر وعلى الآن وعشرين سنة وانا اللي قلته على الام تي في بعيده هلا على الام بي ان وزير الماليه ووزير الطاقه ورئيس الحكومه ثلاثتهم لازم يتحاسبوا انا ما بيعني لي مع مين الحق انتبه ما بيعني لي انا بيعني لي انه انا مواطن الهدف بدنا كهرباء نعم. وقفت دعم الحليب للاطفال اللي هو بكلفني سنويا خمسة مليون دولار وهلا عم بدفع على البواخر بينالتي بدها شوي بيصيروا خمسة مليون دولار نعم. يعني بهالغرامات التاخير اللي عم ندفع بالنكيات كان فينا نجيب حليب اطفال لكل اطفال اللبنانيين م. طيب. نعم اللي فهمته رئيس مئاتي ما حسم امره مم. وعم يدرس خيارين. مم. واحد من الخيارات انه لا بحط جدول الاعمال كامل وزراء حزب الله بيحضروا اول بندين وبفلوا. مم. هون بينفقد النصاب مم. ولكن امين سلام رح يحضر وزير الاقتصاد وعم ينشغل على وزير ثاني انه يحضر مم. وفي حدا انغمزوا لرئيس الحكومه انه جرب تامن النصاب حتى لو خرج حزب الله وتكمل الجلسه. مم. نصيحتي له الصبح واليوم الاحد وكلنا رايقين ان شاء الله م. شو بدك باللعبة زغر جدول اعمال لبندين وبس يفل وزراء حزب الله شو بدك بالباقيين لانه هالمواد المواد الباقيه كلها المحطوطه على جدول الاعمال كلها فيك تعالجها برا في مجلس الوزراء م. اصلا فيني إنو إنو فيه في نقاش انه حتى مساله الكهرباء صحيح كان في يعالجها يعالجها العمي... برا هذا اللي عم يحكي, يحكي لكن هيدا النكد بتا... نكد السياسي اللبناني باختصار الحكومة بمعلوماتي بكرة مفترض تطلع الدعوة الأربعة تكون الجلسة النقاش هو فقط في جدول الأعمال نعم. حزب الله رح يحضر أول بندين الكهرباء وحزب الله تمنى على الرئيس م. نجيب ميقاتي أنه يختصر جدول الأعمال في هذين البندين طب شو حقيقة المسعى اللي عم بيقوم فيه الوزير نصار بين الوزير جبران باسيل ورئيس الحكومة لانه يعني بنعمل انه كل مجموعه من الوزراء بين يعني تنتدب وزير بيوقع عنا ويبدو يمكن هذا المسار عم بيلاقي قبول عند الرئيس بصراحه نقل. حزب الله ابلغ الوزير جبران باسيل عبر اللواء عباس ابراهيم رساله له للوزير باسيل تعال نحن وياك م. نحضر جلسه فقط مخصصه للكهرباء نعم. بالذات انه انت بشكل او باخر م. عم بيحملوك وعم بيحملوا وليد فياض المسؤوليه نعم. وللأمانة وليد تعب كل هالتعب ليوصلوا البواخر نعم احنا عم نحكي عن بواخر قيمتهم 106 صحيح. مليون دولار نعم بواخر عندها القدره تشغل كهرباء الدوله ترجع نشوفها بين الاربع والخمس ساعات نعم. قالوا له طيب هاي الوزير محسوب عليك تعب كل هالتعب لتصير هذه المناقصه لتسترجي شركات تقدم على عروض ولا توصل هاي البواخر م. تعال نحن وياكم فوت نحضر جلسة سوا لا. ونظهر سوا وهيك بيختصر الموضوع على الكهرباء وزير جبران باسيل بلغ اللواء عباس ابراهيم الرفض اللي نقله لحزب الله وبالتالي برائي يعني بس وليد نصار مع مم. محبتنا له القرار مش عنده يعني القرار الجدي هو عند جبران مم. جبران ما قرار ما يحضر جلسة حكومه تقديري بيحضر بس بحاله وحده مم. اذا بكره بدك تقيلي رياض سلامه وتعيني بديل عن رياض بفوت بيحضر الجلسه وبيصوت كمان ولكن غير هيك مش رح يحضر <applause> طب استاذ سالم يعني حضرتك قلت انه حزب الله ارسل الى جبران باسيل عبر اللواء ابراهيم ليش مش مباشره شو نوع العلاقه صايره يعني صاير بدها وكلاء ووسطه لا مش سر انه اليوم لا وسطي حق. لا مش سر انه اليوم التواصل بالقشري وعم بيحضروا للقاء الحجوه في صفا مسؤول وحده التنسيق والارتباط بحزب نعم. الله ومسؤول عن العلاقه مع التيار مع الوزير جبران باسيل نعم لكن ماشي بنبلش نخبر <applause> شويه لكن حزب الله تريس بالجلسه لا يشوفوا ردة الفعل على الحكومة يعني هلأ حتصير الجلسة الأربعة نعم. بناء على تصرفات الطيار الوطني الحر يأتي ردة فعل حزب الله بارح الرئيس عون عمل نعم. أمر بغاية الإيجابية لأنه طلع تصريح بالإعلام منقول عنه أنه أنا إذا حزب الله بيحضر الجلسة بخزل الاتفاق وبرميه طلع م. الرئيس عون وقال هذا التصريح غير أخلاقي م. وقال أنه العلاقة بين التيار والحزب نعم. بيرسموها الطرفين وبيعدلوا فيها وبيكفوا فيها أو 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 نعم. وبالتالي حزب الله بشكل واضح مباشر ينتظر ردة فعل نعم. التيار الوطني الحر على الجلسة المقبلة المفترض أنها تصير الأربعة ومن بعدها بيقرر يا بيصير هيدا اللقاء يا بيتم تاجيل هذا اللقاء لانه هو اذا كان سقف تيار وطني الحر سقف كتير عالي نعم. طبيعي حزب الله يتجنب اللقاء الا اذا رايح يطلق يعني م. وما بعتقد في طلاق وارد بالقريب استاذ سالم عم يعني عم نشوف في اختلاف بالرؤيه للعلاقه مع حزب الله على مستوى شخص الرئيس ميشيل عون والوزير جبران باسيل بتلاقي في اختلاف ام لا. توزيع ادوار برايك لا, لا انا برايي لا حزب الله بينظر للوزير جبران باسيل والرئيس عون على انهما كتلتين منفصلتين ولهن ولا هن بيتعاطوا مع حزب الله على انه اثنين لكن الرئيس ميشيل عون ورد الوزير جبران باسيل عبكير وبالتالي مساله التيار هي مساله عنده انا تقديري الشخصي انه حزب الله تحمل بهالعلاقه على مدار ست سنين وكان قادر يتحمل على مدار ستين سنه بعد مم. لكن الخلاف واحد او نعم. حد هو رئاسه الجمهوريه وتحديدا سليمان فرنجيه نعم. لهيك حزب الله مش كثير معتبر ملف الحكومه وملف الخلاف مع جبران لانه بيعرف ضمن حزب الله ومعه حق انه جبران مش مختلف مع الحزب لا على الحكومه ولا على رياض سلامه ولا على السياسات الماليه ولا على الكهرباء كلها اختلافات بالقشرة مم. على اختلاف الجد وتحديدا على, وتحديد على سليمان الفرنجي لانه مم. سمحت السيد كان واضح مع جبران باسيل وبلغ وقال له يا استاذ جبران سليمان الفرنجي كان نازل على الجلسه كان معه الاستاذ وليد جملاط دوله الرئيس نبيه بري ودوله الرئيس سعد الحريري بلغوا الحاج في مول معروف بيقول لك سيد ما تنزل على الجلسه نعم. قعد وما نزل على الجلسه وكان نعم. قادر يعمل رئيس مم. جمهوريه وبالتالي انا مجبور اني رد له وهذا الامر يعني هيدا هيدا وزي... التزام أخلائي. اخلاقي اكثر ما هو نعم. التزام سياسي نعم. رد الوزير جبران باسيل أنه انت التزمت اخلاقيا انا ماني مجبور اني التزم وبالتالي انا ما بدي سليمان أنا فرنجي تعال نروح على الخيار الثالث شو الخيار الثالث الخيار الثالث اللي اللي صار عنوانه واضح مم. مره اسمه جهاد ازعور مره مم. اسمه زياب بارود مره اسمه الشيخ بيير الظاهر مرة اسمه الاستاذ المحامي نجل البستاني، مرة يعني هذا هو الخيار الثاني، مرة اسمه روجيدي مرة اسمه العميد جبران الخوري نعم. الخيار الثالث هو يعني مش اثنين، مش سليمان فرنجيه ومش جوزيف عون نعم. لانه واضح بالصورة الرئ الرئاسية اذا بدك ترسم اللوحة الكبيرة مم. في عنا مرشحين اساسيين نعم سليمان فرنجيه وجوزيف عون صدام جبران عم بيقول انا لا هيدا بدي اياه ولا هيدا بدي اياه، لنذهب الى خيار ثالث وهون للأمانة جبران باسيل ما ضيق على الحزب ومش صحيح نقال بالإعلام أنه قالوا للحزب يا فلان يا فلان يا فلان لا قالوا للحزب نقي أي مرشح ثالث بدك غير هول الاثنين وأنا مستعد أن يكون ماشي معك يعني بهذا أص... الموضوع سيلتزم الوزير جبران باسيل برايك ام سيكون يعني طرح هذه الاسماء مشابه للطرح اليوم اللي عم نشوفه باستاذ ميشيل معوض؟ لا هو مش مع هذا اللي انا كنت عم بجرب نعم. اني وصله نعم انه هو قايل لحزب الله انه مش با... مش شرط الاسماء نقوا مين ما بدكم خيار ثالث، الصورة الرئاسية على الشكل التالي، الثنائي حزب الله حركة أمل 8 آزار مرشحهم سليمان فرنجي صحيح لكن قدرتهم حتى الساعة قدرتهم الصوتية ما بتوصل لل 50 صوت. امم ال وليد جنبلاط مع الأستاذ سمير جعجع نعم مع بقايا 14 آزار، مرشحهم ميشيل معوض وباقصى حالاته ما كان يقدر يوصل لل 45 صوت. نعم وبالرغم وليد جنبلاط بساعة سماعة في يطلع من هذا الاتفاق جبران باسيل عم بيأسس الخيار الثالث ولهيك قعد مع جملاط وليد جنبلاط ببيت صديقنا وزميلنا جو بيير الضاهر ليقول تعالوا نروح سوا على الخيار الثالث نعم. وعم بيتواصل مع عدد كبير من النواب منهم من ضمن المجتمع المدني انه مين بدكم زياب بارود طيب تعالوا نمشي بزياب بارود م. يعني انه عم بيكبر الخيار الثالث اذا المجلس صار من قسم الى ثلاث نعم 8 أزار بدهم سليمان فرنجي ومش نعم. قادرين يوصلوه 14 أزار ترحيم ميشيل معوض لكن ضمنا قابلين يمشوا بالقائد العماد جوزيف عون نعم والخيار الثالث اللي على راسه جبران باسيل مع عدد من النواب بيكبر او بيصغر مم. اللي هن خيار ثالث منقي اي اسم غير هول الاثنين في ظل هذه التركيبه لن يتم انتخاب رئيس للجمهوريه ليصير يعني... واحد من نعم. اثنين نعم. يعني يلي مع سليماني بطلوا معه وبالتالي يلتحقوا باحد الخيارين نعم. يا بالقلب يلي هن مع العماد جوزيف عون يلتحقوا بخيار سليماني فرنجي وبصير عندهم القدره يجيبوا بس يعني الخيارين الثانيين اي اسم يتم الاتفاق عليه غير الوزير سليمان فرنجيه او استاذ ميشيل معوض استاذ سالم يعني اليست لي تضييع الوقت اليست لي يعني باطار سياسه الهروب الى الامام لان شفنا يعني باحد المقابلات التلفزيونيه الوزير جبران باسيل لما تم الحديث عن انه فليكن احد كوادر التيار وقتا حكى على مم. استاذ ابراهيم كنعان على استاذ الاعون شفنا يعني كان في رفض قاطع من حتى بالاجتماعات الداخليه كان يتسرب بهذا الموضوع لا صحيح مم. ولكن الخيار الثالث ومنه خيار من ضمن التيار الوطني الحر الخيار الثالث يعني هيدا السؤال لا يعني شوي بتوقف عنده استاذ سالم جبران شو فلسفته؟ امم جبران بيقول افترضنا مشينا بالشيخ بيير الضاهر نعم نمشي فيه وليد جملاط اذا الثنائي فكوا عن سليمان الفرنجيه مشوا نالوا، النصاب، أما له نعم النصاب وامنا له رئاسه الجمهوريه طيب زياد بارود مثلا امم زياد بارود بيمشي فيه المجتمع المدني بجزء كبير منه واذا مشوا فيه الثنائي بنمشي فيه مم. جبران مشروعه شو هو؟ الثنائي وجملاط وجبران يصنعون رئيسا للجمهورية أو الثنائي وجبران والمجتمع المدني يصنعون رئيسا للجمهورية م. لكن أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد م. تقديري ما حدا قادر يوصل مرشحه وفي هون نظريتين نعم انه بين سليمان وجوزيف عون بكسروا بعضهم بيخلق الثالث اها وهون بكون زبطت مع جبران نعم. وفي راي تاني بيقول لا انه بين سليمان وبين جوزيف واحد منهم بيتعب نعم. وبيسلم للثاني وبيمشي نعم حظوظ الوزير سليمان فرنجية بعد ما ارتفع استاذ سالم مثل ما انا حكيت نعم. اليوم واحدا عنده حظ يعمل رئيس جمهوريه نعم. بصراحه لانه كل مرشح ما بيوصل ل 50 صوت نعم. وبالتالي في عندنا مشكل وسليمان فرنجية عنده مشكل ثاني نعم. اللي هو الكتله المسيحيه نعم. لانه انت ما بتقدر تروح ب 27 نائب شيعي وش 13 نايب سني صحيح يعني صرنا عم نحكي نحن ب 40 نايب نعم مسلم يعني حكي بشع بس هيك مم. 40 نايب مسلم ومعك خمسه سته 10 مسيحيه ما بتزبط، انت نعم. بحاجه لكتله مسيحيه على القليله ل 30 نايب مسيحي نعم ل 35 نايب مسيحي لحتى تقدر انك تفوت نعم طيب استاذ سالم آه انا بدي اعتذر منك بدي اتوقف مع فاصل حضرين. وبدنا نكفي بهذا الموضوع بدي اسالك عن امكانيه يعني مضي حزب الله باسم غير الوزير سليمان فرنجيه مشاهدينا فاصل قصير ونعود مجددا برحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الثاني من السياسه اليوم اجدد الترحيب بضيفي استاذ سالم زهران اهلا وسهلا بحضرتك استاذ سالم كنا قبل الفاصل عم نحكي باستحقاق انتخاب رئيس للجمهوريه وكنا يعني عم عم نفوت بالاسماء امكانيه مضي حزب الله باسم غير الوزير سليمان فرنجيه متاح برايك وأي ومتى؟ بصراحه الوزير جبران بسير وقت اللي ناقش مع حزب الله نعم سالهم انه امتى موعد بلان بي يعني امتى بدكم تظهروا نعم. سليمان فرنجي كان الجواب ليس لحزب الله بلان بي اليوم مم. وبالتالي سليمان فرنجي سوف يبقى مرشح لحزب الله الى حين ياتي سليمان فرنجي اذا هو قال انه انا حساباتي الحسابية نعم. ما بتسمح لي اني كون هالمره رئيس للجمهوريه وانا برشح فلان الفلاني <applause> وبرايي وسبق وقلناها وهالمره من عيدة سليمان فرنجي اذا بلحظه من اللحظات بيرشح ابراهيم كنعان لرئاسه الجمهوريه <applause> نعم يعني يمكن يجر جبران باسيل يمشي معه او اذا بيرشح ويليام طو يمكن يجر سمير جعجع يمشي معه <applause> واذا بيرشح خينا اميل اميل لاحود بجر جبران وسمير جعجع يمشي معه <applause> فبدا يمكن ما بعرف اذا اجى وقت المناوره هلا في حدا تاني حد سليمان فرنجي بيقول أنه إذا بيعمل مناورة بيكون طلع من السباق وساعتها بتركب القصة بغير مطرح الأمور مقفلة نعم. مسكرة ليجي سليمان هو يقول للحزم أنا بطلت بدي أو أنا برشح فلان الفلاني. هل الله ينتظر أنه الوزير سليمان فرنجية يعني يقول أنه خلاص أنا رأي... في موقف أخلاقي ما بقى بدي ترشح في موقف اخلاقي مش سياسي في بلد عم ينهار أنا, انا معك انا معك انا معك 100% انا معك يعني كمان مش واقفه على اشخاص أنا. وانه ارضي خواطر اشخاص والتزام اخلاقي أنا. يعني كمان فيني احكي مع هذا الشخص انه انا ملتزم اخلاقيا ولكن في يعني كمان مصير 6 مليون انسان مرتبط بهذا الاستحقاق اليوم ما كمان هون في مم. جواب على هذا السؤال انه مين قال اذا طلعنا مسلمان فرنجي بكره عندنا رئيس ما يمكن هن ذاتهم هلا اللي عم يقولوا لك خيي طلع وشو بدك بعمل آه. بس يطلع من مسلمان يقول له لا مين قال لك انه انا شو بدك آه. بعمل انا لا بدي فلان لا بدي علان مم. الامور مقفله ومسكره بالمنطقه وبالعالم وبلبنان مسلمان فرنجي لديه خيارين او انه يبقى صابر وناطر بس انا برايي بالصيفيه وبالذات وقت اللي بفل رياض سلامي على بيته بالصيف بالصيف نحن حنضلنا بفتره شهور بالصيف. يعني مبدئيا اقل للصيف تحضريني مش هيك قديش الي بقول بيقولوا قبل الميلاد في رئيس قلوا ان شاء الله بس ان شاء الله بالصيف مش اكيد هلا رجعوا قالوا على الفالنتين رجعوا قالوا أقوى على قال. دائما لا ما بالعقل بالحسابات مم. مم. انا عشت الحرب السوريه عشتها بتفاصيلها نعم وكبر وعي فيها مم. الحرب السوريه بلشت صار يقولوا انه كم نهار وتخلص طلعنا قلنا له ان شاء الله تخلص بعد عشر سنين نعم وهيك صار وهينا نعم. قطعنا العشر سنين امبارح بلشت حرب باوكرانيا وصار يقولوا يومين ثلاثه وبيقرطوا قتل بوتين او الناتو بفوتوا بيقرطوا قتل رح نعم. نصير سنه طيب هلا سنه وحنطوي السنه الثانيه نعم بيرح بلش ازمه بمصر وهلا اذا بتشوفي كل السوشيال ميديا المصريه كلها عم تحكي عن الجنيه مثل ما نحن بنحكي عن الدولار مم. اول حفله نعم. وبالتالي مصريين بأزمتهم الخليجية عم يعملوا فيجن جديدة للخليج محمد بن سلمان طلع قال هاي المنطقة بدها تكون أوروبا العصر الجديد ما حدا فاضينا ولا حدا سألين عنا وبالتالي سلمان الفرنجية عنده حال من الاثنين <applause> يا يبقى واقف للباقيين يتعبوا يجي يقولوا له انت رئيس للجمهورية يا اما يرشح وهون اذا كان عم يرشح يرشح من اجل المناورة سواء بابراهيم كنعان الاعون سيمون ابي رمي او اي اسم من قلب التيار الوطني الحر ويمكن وقتها جبران يعيد حساباته او اسم مثل مثل ويليام طو او الشيخ بيير الظاهر وبيخلي سمير جعجع يعيد حساباته او صديقي وخيي امين امين لحود وبوقتها يمكن كلهم يعيدوا حساباتهم ويقولوا الله يا خيي تعا انت أمو، اقعد عمر رئيس جمهوريه ولكن بالصيف اذا فل رياض سلامه وفلت هالطرابيش اللي عم بيركبه وانا مش عم دافع عن الترابيش هلا بنحكي فيها لكن هو عم يركب هالطرابيش وشيء بعدنا عم نحكي عن الجنيه المصري نعم. فيك تشوف الليره السوريه اللي نطت من 40 ل 7000 نعم هي الطرابيش اللي عم نعم بيركبها الرياض يعني في في خبراء عم يصنوا على هيدي اللي عم تسميها طرابيش عم يصنوا عم بيسموها اداره ازمه وعم بيقولوا انه يجرؤ رياض سلامه مع حفظ الالقاب انه يقوم بهكذا تعميم بهيك قرارات لني خبير اقتصادي لني خبير سياسي نعم بس انا مريض ربو وحكيمي اعطاني تشبيه كثير حلو على اللي عم يعمله رياض م. قال لي رياض عم يعطي ابر كورتيزون بتصححك بتحس حالك منيح مم. لكن بعد شوي انت ما في غنى انك تروح تعمل علاج نعم. بده يكون علاجك دوبل تشيل الربو وتشيل الكورتيزون اللي انت اخذته بقلب جسمك مم. ما فينا نضلنا نعطي المريض ابر كورتيزون ببج اخر شيء طيب ببج المهم شي. انا ما بدي ناقش فيه ولا أكيد. بتجربته ولا بموضوع الاقتصادي فيك مم. تجيبي زياد نصر الدين اشطر مني ناقش مم. لكن بكره بس يوقفوا هالطرابيش شو بنعمل نعم ساعتها الناس بتضلها تيجي تقول لا انا مرشح فلان او انا مرشح فلان ما بعرف لكن نحن نقترب من مين المرشح اللي مين المرشح المنقذ مازال عم تحكي يعني عن هذا الانهيار الوزير سليمان فرنجية يمكن أم أن ينقذ أم أن يعني حالة وجود رئيس جمهورية هي بداية الخطوة للأنقاذ ولا شيء بدك يسوع أو الإمام المهدي شو عم يضحك ما ولا حدا في شيء للبلد مم. ولا حدا مم. ولا حدا في شيء للبلد إذا بقينا نحن بنفس الظروف بالعكس رح تكون نفس النتائج ويمكن أسوأ وما عم بحكي عن سليمان فرنجية نعم. عم بحكي عن أي حدا بلد هيني حساباته قد نعم. بيستورد قد بيصدر امبارح رجعنا نستورد ب 14 مليار ونصدر بمليارين نعم يعني رجع كسرنا 12 مليار امم بلد عملته كانت 1500 ليره بتساوي دولار هلا يعني ها حد ال 50000 نعم مم. بقلب هيدي الظروف نعم هيدا البلد ليزبط انت بحاجه لثلاث عوامل العامل الاول تغير النظام كل النظام مم. كله هيدا النظام تنس فيه خلص مم. سقط هيدا النظام يعني ب... خلصت أحتضر و... كل شيء بيخلص متو جيبي احلى بدله مم. فيك تلبسيها 30 سنه مم. طيب ما هرد طيب نحن هر نظام الطائف ليش مش عم نعترف انه هر والدليل لك كيف كل شيء م... مسكر مم. يعني هلا انتخاب رئيس الجمهوريه فيها تخلص ولايه المجلس وما عندنا رئيس جمهوريه وهذا السيناريو تخيلي يخلص المجلس ما عندنا رئيس جمهوريه مين بدأ الانتخابات كيف نعمل مجلس نواب كيف بنعمل حكومه واول استشارات مم. طيب هلا انت بتودي مرسوم بحطوا وزير بجيب بالجرور وبيعلق 20 30 سنه نعم لما كلهم هون لازم يتعدلوا مشكلة اولا بالنظام بدك تغيري النظام مم. من بعد ما تغير النظام بدك تعملي رؤيه اقتصاديه خي هي البلد شو؟ نعم هي البلد عاش 20 30 سنه انه هو الملهى الليلي للعرب ونحن عايشين على السياحه روحي شوفي الرياض وين صارت وروحي شوفي جده وين صارت وروحي شوفي دبي وين صارت اذا هيدي شوف... الرؤيه سقطت خلصت أوكي. طيب نحن شو بدنا نعمل بلد زراعي بدنا نعمل بلد صناعي بدنا نعمل شو هالبلد بدنا نعمل يعني بدنا نعمل هي... بلد يشتغل م. تكنولوجي المركز المالي بالمعنى الـ يعني الخدمه يعني المصرفيه مركز... اللي كان اي واحد أسقطناها... غشيم اسقطناها أي... بالضرب القاضي اي واحد غشيم م. بعد بيوسع يحط مصرياته عند بنكرجي اللبناني اصلا اي دوله بالعالم بعد بتشغل بنكرجي لبنا... لبناني بعد ضرب البونزي اللي صار معنا م. طيب ما نحن خلينا نقول شو هو البلد اللي طيب هلا هي... عم يشتغلوا على اعاده هيكله المصارف بيعملوا لك هيكله للمصاريف يحي... بيرجعوا بيعملوا لك تعميم عم نشوف ان استاذ سالم كانه الناس ذاكرتها صغيره ما... وضعيفه ما بقى في جيل ما بقى يوسف يعني جيل طب شفت و... بير على صيرفه أهل... جيل اهلي واهلك وجيلنا وجيل اولادنا نعم ما بقى يوسع او يحط المصريات بالبنك بده يخلق جيل جديد بده 25 30 سنه م. لقدام لانه اكل الضرب اللي اكل ضربه بالسرج يروح على البنك انا بتمنى انتبه القطاع المصري في قطاع اساسي صحيح. لكن كمان هيدا البلد ما في يكون 70% متكل على السياحه والرقص والقطاع المصرفي طب ما خلص لانه إجى حدا يرقص احسن منا عم تشوفي شو عم بيصير بالخليج يعني شو إيه بدي مش بلبنان صحيح هو يعني للاسف استاذ لانه يعني كل هيدا التاريخ بيتم نصفه البعض يتحدث عن انه خلق لبنان مع الفوره النفطيه اللي صارت يعني م. ويعني الموظفين الامريكان اللي اجوا على الخليج لقوا هيدي البقعه اللي فيها هذا التنوع تسمح بانه عيالهم كلهم هون شفنا الارساليات و والبعض يتحدث يعني عن هيدي الولاده الفرنسيه لهذا البلد وبكل هيدي <applause> عفوا الثغرات اللي انحطت فيها والنار اللي اللي كوت يعني بالرياح الاوروبيه تحديدا انا, أنا ما بدي, بدي فعشان هيك عم نقول اليوم هذا البلد يعني شو الرؤية اللي لازم تكون لإله وهل هذه الرؤية لازم تجي من الداخل استسالم وليس من الخارج م. أنا ما بدي م. بعد هالقد لأنه في بلش من أيام الفينيقيين إيه. ودور هالمنطقة أنا في يقول امبارح بأزمة دبي بال2008-2009 أجرى راس ميل على لبنان تقدر ب 250 مليار دولار ودائع بالمصارف. لا. وصار البنك يعمل لك اوفر بنقسط لك بيتك. صحيح. من لك سيارتك، بنقسط لك عملية التجميل إذا بتحب، بنقسط لك شي شغلات ما بتخطر على بالك. ليه هو عم بيقسط لك؟ مم. هو عم بيقسط لك لأنه معه كتلة نقدية بالعملة الأجنبية كبيرة، مش عم يعرف كيف بده يوظفها. يوظفه أو يستثمرها. طيب هو ال 250 مليار اليوم صاروا 10 مليار على دمة الراوي لانه انا ماني متاكد انه صحيح. 10 مليار اصلا ما حدا بيعرف ما حدا بيعرف والحاكم يعني ما ما عم بيقول الرقم هو عم بيقول 10 مليار مم. و300 مليون صحيح ما بعرف مم. طيب 10 مليار مم. مين هو المجدوب مع الصبح هلا مم. يلي رح يجي يرجع يحط مصاري ببلد مم. نزلوا مصرياتهم من 250 مليار ل 10 مليار ومش مباييين، الباقيين شو كيف راحوا مم. شي بيقول لك 70 مليار على الكهرباء شي بيقول لك 30 مليار على الدواء شي بيقول لك 20 مليار خلص هيدا النظام اللي كنا فيه خلاص بدك تعمل بلد جديد تجيب خبراء اقتصاديين جداد جديين يقولوا كيف فيهم ينوعوا هيدا الاقتصاد بين الزراعه وبين الصناعه وبين التجاره مم. يمكن نحن في شيء جديد نشتغل فيه هو الابلكيشن يمكن ما تكنولوجي. ما بعرف تكنولوجي, تكنولوجي يعني لبناني قادر بس هيدا شو بده؟ هيدا بده كهرباء وانترنت يعني كمان بده كهرباء وانترنت م. خلينا نقول شو البلد الجديد اللي ولكن يعني نحن ما بقى فينا ننافس بالموديل القديم لانه العالم صار بغير مطرح صاروا بغير مطرح كثير بعاد عنا طيب انا حدي تركيا هون ما انا في نفس الاتراك بالسياحه؟ م. صحيح صراحه كيف بدي نفسهم صحيح لا بالجوده ولا بالاسعار ولا بالخدمات م. وانا بروح على تركيا لا. انا حدي دبي في نفسها كسوق مالي طب طيب ما هون اذا بتحولي 10000 دولار الأمريكيين بيعلم عندهم بيبعتوا وراكي طيب. انا خلق ابني الصغير مم. من 8 سنين مم. شاب صديقي حكيم عايش بامريكا حول لي 5000 دولار هديه نقوط لابني نعم. وهيدي عاده لبنانيه ودوع التحقيق انه انت ليش خمسة 5000 وشو العلاقه وشو القصه وللطرف تطرف من الفيسبوك انه مخلف صديقي مرتو انا عم بودي له نقوط وهيدا الشيء بالتراديشن هل قد المشكله فينا استاذ بينما بدو باي انت هلا م. حولي 500 مليون دولار ما حل لك وينك يعني, ليش كمان... عم نضحك على بعضنا سقط الموديل اللبناني م. بدك موديل جديد بدك حد الموديل جديد اتفاق سياسي كبير وبدك فوق من هون كلهم كمان دعم خارج لانه هيدا البلد بحاجه اول فتره لتدعمي لتوقفي عجره هلا في ناس تانيين لا ببسطوا المساله بيقولوا لا قصه مش هالقد انتخب رئيس جمهورية شكل حكومة عمل تعيينات قضائية واقتصادية ومالية وكذا ومدري شو بلش تنقيب واستخراج عن النفط امضي مع الصندوق بيرجع البلد يوقف على إجراء. لكن هذا السيناريو الزهري الوردي برأيي سيناريو تبسيطي تبسيطي نعم استاذ سالم الموديل الجديد اللي عم تحكي عنه يمكن ان يكون يعني ولادته من الداخل ان يكون يعني عبر حوار وتواصل وحلقات وورش عمل داخليه ام بحاجه يعني لوصايه خارجيه مثل ما صار بال 89 باتفاق الطائف، تعوا يا اطراف وقفوا اطلاق النار، عدوا بالطائف وتفضلوا مم. هيدي الوثيقه وطنية المشكله مش فاضييننا يعني الفرنساوي بارع مش حاطوه بالمالي واليوم في أزمة سياسية ثقافية أنا تبي طيب بحب فرنسا نعم بحبها بكل ما تعني من من من, من وجدان ثقافي وحضاري صحيح. وقيمي لكن اليوم في أزمة داخل فرنسا نعم اليوم عم تشوفي الأزمة امبارح في بمنتخب كرة القدم الفرنسية في محطة فرنسا شالت صور السمر وحطت صورة اللعيبة البيض نعم. يعني فرنسا هي عايشة أزمة عايشة أزمة ثقافية وحضارية ومالية واقتصادية نعم. وبالتالي أولوياتها مش لبنان بسائب ماكرون يعني للبنان بس م. فرنسا كفرنسا يعني انا رايح جاي على فرنسا م. اذا بتسال المجتمع الفرنسي بيقول لك اخر همي انت انا عم فكر بالجزائر لانه انا عندي خمسة مليون جزائري عايشين عندي وانا عندي دوله غنيه بالغاز في استفيد منها وعم شوف كيف بدي حل المشكل م. وراح ماكرون عمل زياره للجزائر تاريخيه وقدم شبه اعتذار عن المليون ونص ضحية اذا العقل الفرنسي في مكان اخر بعيد م. عن شواطئ اللبنانيه مساء بمكروه بيعني له ومساء بصراحه الاداره الفرنسيه عم تستفيد عم تاخذ بالمرفا عم تاخذ بتوتال بالنفط وعم تاخذ هلا بالمثل ما فهمت بالليبون بوست كمان بدها تاخذها يعني فرنسا جاي تاخذ من لبنان مش جاي تعطي مم. عم تعطيكي أه. بالسياسه لكن مقابل عم تاخذ اتفاقيات أه بس والسخلقات. بعد السياسه الفرنسيه فعلا برايك استاذ سالم مم. بقى محدوده الفرنساوي في يكون وسيط مم. بين الامريكان وبين نحنا ويمكن كل عمره كان هيك لانه اذا بنقرا التاريخ من 43 <applause> لليوم ولا مره يعني بس في كان الذي يقول كلمه الفصل هو الفرنسي خاصة ايه باستحقاقات كبرى يعني دائما كانت اما بريطانيا اما مصر بس يعني في نعم مره ثنائيه شراك الشهيد رفيق الحريري صحيح. كانت فرنسا عم تلعب دور كبير لانه مم. قدر جاك شراك ياخذ من الامريكان التزام بالملف اللبناني وتحديدا بالقرار الدول 1559 مم. الفرنسيين يستطيعون ان يكونوا ممثلين للاداره الامريكيه م. الفرنسيين يستطيعون ان يكونوا حاملي رسائل من الاداره الامريكيه نعم. لكن الفرنسيين لا يستطيعون ان يلعبون دورا حاسما طيب. وانا لك بمعلوماتي مش بتحليلي نعم. هناك خلاف سعودي فرنسي كبير جدا في الملف اللبناني م. والسعوديين ابلغوا الفرنسيين م. ان الرئيس ماكرو بيلتقي باخونا الحاج محمد رعد مسؤولين الفرنسيين من السفيره وجر دائما على مع حزب الله أنتم تعطون شرعية لحزب الله كما يقول السعوديين للفرنسيين نعم. وأيضا ما تنسي الخلاف بأزمة سعد الحريري بالريتس يوم اللي ماكرو زعس على أجر محمد بن سلمان وخلص سعد الحريري إذا السعودية وفرنسا عملوا هاي المشروع أنه دعم لبنان التموين من الشهور هل مشروع خمسة 35 مليون دولار بيحطون بصيرفة بأصغر فرع ببنك مم. بلبنان بس بالرؤية هل السياسية مساعد. في هالقد تباعد؟ في تباعد وهلا التباعد كمان ما تنسي عم بيزيد ليه؟ لأنه توتال رجعت شاركت القطريين بحصة الروس القديمة بالنفط نعم. اللبناني نفاتك. وبالتالي لا م. اليوم نحن مش أولوية عند العالم السعوديين آخر ملف عندهم لبنان الفرنسيين بيعنيهم لبنان م. لأمرين نعم. الأمر العاطفي الثقافي السياسي والأمر الثاني أنه الفرنسيين عندهم مصالح بلبنان بالمرفأ وبتوتال وهلا بعد شوي جاي جاي سي جي, جي ام ياخذ اللي بوست خلينا نشوف يعني كمان قديش الامريكيين رح يسمحوا للفرنسيين يعني يستثمروا لانه يعني بلشنا نقرا وهيك يعني عم الأمر... تنشم روايح الأمر... كمان أه... انه الامريكيين بيرغبوا بالاستثمار بالبلوكات لا النفطيه بالبنان بي... بي... استاذ سالم لا لا الفرنسيين الامريكان غير غير ذهنيه النفط هو مراحل مم. المرحله الاولى انه يكون عندك البلوك نعم والمرحله الثانيه استخراجه بعدين ينقله وبعدين ينقلوا وبعدين يبيعوا نعم الامريكان رح يجوا يجيبوا ورقه م. يقولوا له هيدا الغاز بتبيعه لاوروبا للدوله الفلانيه والفلانيه والفلانيه وبالسعر الفلاني هيك بيشتغل الامريكان نعم الامريكان ما توخذيني بالكلمه هيدا الايفون اللي معك او اللي معي بيصنعوه بالصين ب 25 دولار ب 40 دولار الامريكي بيحط اسم ايفون مع تفاحه وبيبيعك اياه ب 1000 نعم هيك بيشتغل الامريكان رح يصير في يعني عملية البدء بالتنقيب عن النفط برأيك هذا العام أم يعني, خلص أنتو هل قد وقعتوا هذا الاتفاق حددتوا البلوكات حددتوا الحدود والأمر بنشوف أمتى بيجي قديش حيكون في عقبات بكرة رح نقول تحت ستار اللوجستية عقبات شو بعرفني طبيعية حيمشي برأيك هذا المشروع هذا العام عني. ليس حبا بمعاويه، نكايه مم. بعلي. مم. وهيك نفس الشيء، إن مش حبا فينا. نكاية بالروس؟ نحن مش ايوه صح، نعم. إحنا مش حبا فينا. اجوا رسمونا الحدود وعملوا لنا مناقصات ويلا بلشوا. الغاز الاسرائيلي فلسطين المحتله 10% نعم. بيعوض تقريبا من الغاز الروسي لاوروبا. مم. وبالتالي طلع سمحت السيد حسن الله يحفظه وقال لهم ما في كريش وبعدين طورها. لانه ما في غاز نعم بكل ساحل فلسطين المحتله بيطلع لبرا اذا انا ما اخذت حقوقي وبالتالي هيدي الضربه مع هالاصبع رسمنا الحدود وبالتالي كان مطلوب بالمرحله الاولى ان يتم تصدير الغاز فلسطين المحتله الاسرائيلي الى اوروبا مم. هلا هون في نقاشات في نقاش بيقول ايضا الامريكيين رح ياخذوا الغاز الموجود بلبنان عبر شركه توتال والقطريين ويصدروا لأوروبا ليعوضوا عن الغاز صحيح. الروسي وهون رح يركبونا مشروع يقولونا فيه شرفوا انتو مزبوط معكم مصاري بس انتو عليكم يوروبونز بدكم تدفعون انتو جماعة امبارح متخلفين عن سداد الدين خارجي صار خمسة مليار ستة مليار صحيح عدنا لا جدول نيه هول اللي رح تطلعني يا حبيبي انت هول ما رح يكونوا لك اول دفعة هول بدك تروح تسكر الدين اللي عليك. وانا ما بمتلك اجوبه حاسمه لكن المعطيات بتقول شركه توتال بتقول انه جاي بازار تنقب انا راح صدق. مم. طيب بس اذا يعني سمحت بدنا نرجع بس لمساله انتخاب رئيس للجمهوريه بدي ارجع بس لاسم لأ قائد الجيش استاذ سالم. متى يعني يعلن عن ترشيح قائد الجيش وهل يمكن ان يعني يمضي م. به حزب الله؟ طول ما ثنائي حزب الله حركه امل مرشح سليمان فرنجيه لن يخرج جوزيف عون للترشح لرئاسه الجمهوريه بشكل علني لانه بيعرف كثير منيح انه هو لا يعمل رئيس جمهوريه هو او غيره ما في يعمل رئيس جمهوريه وهال27 نائب شيعي مش معه كلهم او نصهم م. وبالذات هالمره حزب الله وحركه امل متفقين يكونوا مع بعض مش مثل انتخابات الرئيس عون وقت الأسم اذا جوزاف عون بيترشح لرئاسه الجمهوريه م. يوم سليمان فرنجي بطل مرشح م. لانه سليمان فرنجي معه الثنائي الشيعي وبعض السنه وبعض البعض من المسيحيين جوزاف عون معه بعض السنه وبعض من المسيحيين م. هو واقف ورا نهار سليمان فرنجي بيقول الثنائي طلعنا من هيدا الخيار اذا طلعوا انا مش شايف هيك بيوصل حظ جوزيف عون بس حزب الله يعني ما في فيتو على قائد الجيش لا ما في فيتو. وفي تواصل شفنا الحج في صفا كان يعني في تواصل دائم مع قائد الجيش ما طرح حزب الله هذا الموضوع مع قائد الجيش اول امبارح كان عيد ميلاده لقائد الجيش وكان عم بيعيدوا الحجوة فيه مم. يعني العلاقه من دائما بنخلط بين الجيش ومرشح رئاسه الجمهوريه نعم. الجيش وحزب الله مثل ما سبق وقلنا سكر محلي محطوط عليه كريمه لكن مرشح رئاسه الجمهوريه لا مرشح الحزب سليمان فرنجي نقطه اول السطر مم. وهذا الشيء بيعرفه القائد مم. وبيعرفه منيح ولهيك بعده نائب نفسه عن استحاء الرئاسه لانه ما حدا في يعمل رئيس الجمهورية بلا الصوت الشيعي، م. والصوت الشيعي اليوم عند سليمان فرنجيه. نعم، مين اليوم اللي له بصناعه رئيس الجمهوريه واخراج اسم رئيس الجمهوريه الثنائي الشيعي ام م. حزب الله استاذ سالم تحديدا؟ هل لا يزال هو يملك الورقه القويه على غرار استحقاق 2014؟ أول شيء أنا ما بميز بين حزب الله وحركة أمل لا لا ولا أنا بميز يعني بس لأنه يعني شفنا لا واحد قبل انتخاب وقصدق. رئيس الرئيس ميشيل عون شفنا يعني حزب الله الذي كان له ثقل هذا ما راح تنعاد التجربة يعني ما راح يرجعوا ينقسموا اللي بينتخب رئيس جمهورية اليوم فعليا اثنين الثنائي والأمريكان يعني م. إذا هلا بصير لقاء عبر وسيط بالإدارة الأمريكية وبين حزب الله وحركة أمل الصبح عنه رئيس للجمهورية لانه الشبيب البقوي بمعظمهم عند الامريكان شو شو اللي عم يطل شو اللي المطلوب امريكيا تحديدا من حزب ما الله المضي بسليمان فرنجي هيدا اللي بخوف الامريكان ما بدهم رئيس للجمهورية شو بدك بكل هالحكي بصير لك بدهم قائد الجيش بد لا ما بدهم يعني حد حدا يعني الامريكيين ما عندهم اعتراض على الاسم ولكن ولا ولا على شيء. اليوم بدهم هيدي حاله الفوضى تضل موجوده الحدود مع فلسطين مم. امنوا نعم. النفط وهلا عم يجيبوا توتال يشوفوا اذا بياخذوا بقيه النفط مضبوطه العلاقه بالحدود مع اليونيفيل اجت حادثه العقبيه تم لما صحيح. بسرعه عم يجربوا يجففوا الدولار مش عم يتجفف معهم لانه اللبناني بتعرفي م. المغتربين وغير المغتربين صحيح. واللي والمخزنين مشروع الامريكي اليوم شو كان عندهم؟ تجفيف الدولار تركيه على البلد مثل ما بيعملوا مع كل العالم م. وبس يركعوك بيعيطوا لك لك تعال هون م. هلا اخذوا منا اول ضرب نعم الترسيم والضرب الثاني ما بعرف شو هو لكن انا مش شايف الامريكان عندهم اولويه الملف في اللبناني م. اليوم الامريكي حاطط الصين حاطط روسيا حاطط نعم. وين نحن تفصيل صغير لا هو بيسلم يعني للدائره المهتمه بالشرق آه الاوسط يبدو مسلمين للسفيره شيء هلا فعلي مش آه. مطوله يعني آه. كم شهر والدب اغراضها نعم طيب آه يعني الموقف السعودي حتى الساعه ضبابي استسلام كانه يعني حدا لا واضح السعودي بالعكس السعودي لا عم ضبابي من تحديد اسماء معينه سعودي مم. ناسي لبنان محمد بن سلمان طلع عام 20 30 وشو قال قال جده والرياض سوف تكون بديلا عن بيروت نعم مثل ما قبل منا دبي شو مم. فكره دبي نعم دبي هو الشيخ محمد شو صحيح. قال, قال دبي انا اخذتها من بيروت نعم. وانا كنت غار من جمال بيروت وقلت بدي اعمل دبي تكون مثل بيروت مم. هلا محمد بن سلمان نعم. عم يعمل الفيرجن مطور عن دبي بالرياض وبجده ولهيك لملم نعم كل هالمطربين والمطربات وعملن الحفلة حفله هونيك يعني نعم. من ابسط شغله لاكبر شغله نعم. انا امبارح عم بحضر مشاهد من احدى الحفلات انا ما صدقت اني إن يعني عم بحضر شيء بالرياض نعم. يعني شيء برات الخيال وجاب لهم تركي ال الشيخ اللي هو حفيد آل الشيخ، وآل الشيخ نسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، م. والسعودية بنت على فكرتين، على على محمدين، م. محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد العزيز. نعم آل عبد العزيز السلطة السياسية الملكية، وقال عبد الوهاب السلطة الدينية الوهابية. نعم. اليوم محمد بن سلمان استبدل محمد بن عبد الوهاب بتركي آل الشيخ، ورحنا على موديل جديد. م. ما مش جاي يقيموا مش شغلتي يقيموا هن السعوديين قدر يقيموا احوالهم نعم. بقلب هيد الفيجن المعموله للسعوديين نحن ما عندنا وجود بالعكس محمد بن سلمان لاقط ورقه وقلم وعم بيقول انا صرفت عليهم 30 مليار دولار انه لو في يرجع ردهم مش لو في يعطيهم زياده نعم في في مسعى للسفير البخاري مسعى جديد للسفير البخاري. عم البخاري. يعني عم عم, نقرا بالصحف انه للملمة نواب السنه لتشكيل وبعد توسيع الدائره باتجاه اللقاء الديمقراطي القوات الكتائب والمستقلين لا يعملوا مثل كتله صلبه سيد السيد, السيد البخاري المزيد. عم يتسلى مش هو في لانت تلمي هول النواب بده محمد بن سلمان يبع على السعوديه مم. كان في محاوله ما في محاوله <applause> كان. ولا ولا بيعني له ولا بده يسمع اخبار لبنان <applause> ولا عم بيفكروا بلبنان السعوديه لديها رؤيه خاصه عبر محمد بن سلمان لسعوديه جديده من هلا ل 2030 <applause> راح الزلمه فتح مع الصين اتفاقات بمليارات الدولارات صحيح عمل علاقه جيده مع الروس وقال لهم للامريكان يا انا ملك يا ما بدي اتعاطى معكم نعم وبالتالي لبنان صار تفصيل صغير السفير البخاري مثله مثل اي سفرة عنده بيتجاه عنده ميزانيه بهالميزانية الميزانيه عم يلعب لكن هي الميزانيه محدوده وضيقه وبتختصر على بعض الاعلاميين والاعلاميات وبعض الشاعرات والشعراء وبعض السياسيين شو عامل بلاط يعني لا مثل آه. مثل كل هالسفرة كل مم. سفير عنده حاشيه هلا بتكبر الحاشيه او بتصغر حسب ميزانيته مم. مش هو لوحده هيك هيك بس ما في يكون مؤثر بمسعى مع النواب السنه مع اليوم مع العمر المعارضين إيه؟ الكتائب القوات بعض المستقلين ما في ما في كله حكي ولا طعم يعني ما على ما حيجيب للوقت ما, ما, على الوقت. ما, على الوقت. ما مش جدي انا مش شايف صراحه التدخل السعودي هالمرحله بالملف اللبناني ماني شايف يعني اليوم في تخلي خارجي ما في حركه خارجيه تجاه الملف مش اللبناني انت انت النواب السنه بلبنان في ثمان نواب عند حزب الله نعم في تقريبا ست نواب ثمانية اي اي ايه ايه في اثنين سنه لا ثمانيه يعني حلفائهم انه بالاخر آه خينا اوكي. حسن مراد خينا فيصل كامل اه يعني بتحكي خينا, على خينا محمد مم. يحيى نعم نعم اخواننا بجمعيه المشرقة في حوالي ثمان نواب مم. خينا قاسم هاشم في حوالي ثمان نواب تقريبا مم. محسوبين على على, على الخط الممانعه مم. وعندك سته محسوبين على الرئيس سعد الحريري يعني تيار مستقبل صحيح وعندك البقية مجتمع مدني اللي أخذوا حصة سعد الحريري ومن كل وادي عصا وبالتالي بقلب هالتركيبة الفسيفسائية السنية ما في مشروع جدي لو في مشروع جدي كانت السعودية أخذت عشرين نايب سنة وكتلتهم وحطت على راسهم زعيم مم. هلا يعني موضوع المرجعيه السنيه يعني تحكمها الرؤيه والاراده السعوديه ب يعني دي. اعاده تفعيل الوضع السني في لبنان طبعا لن. وقت اللي كانوا المصريين عم يلعبوا دور كان في كتله نيابيه تدين بالولاء لجمهوريه مصر المتحده صحيح المتحدين مع سوريا وقت اللي كانت السعوديه كان في كتله كبيره على راسها سعد الحريري صحيح. تدين بالولاء للمملكه العربيه السعوديه م. اليوم ما في كتله سنيه وازنه وكبيره يعني حتى اخواننا ب 8 اذار مش بكتله واحده في نايب صحيح. بحزب الله، في نايب بحركه امل، في نايب مستقل، نعم. عم بجرب خينا فيصل الكرامي يعمل حركه، مم. لكن هذه الحركه ان شاء الله يكون لها بركه، مم. بس رح تبقى حركه محدوده لانه يعني انت بحاجه لدعم دولي جد الناس شو بتطلب منك اليوم؟ بتطلب منك دواء، بتطلب منك صحيح. منحه مدرسيه، بتطلب منك فيزا تسافر لبرا، بتطلب منك مم. شو بدها الناس؟ بدها امكانيات ماديه، نعم. الزعامات لا تبنى لا بالافكار ولا بال بالاشعار في م. هذا الزمن نعم. الزعامات تبنى اليوم بالدعم المادي نعم سالم قبل ما اخذ الفاصل بس سؤال اذا سمحت الرئيس سعد الحريري رينا بالصحف انه السعوديه يعني سمحت للامارات ان بابرام صفقه للرئيس سعد الحريري مع الجزائر صفقه نفطيه، هل لزياده الايرادات ام بلشنا نشوف انه بلش يعني استعاده الرضا ويمكن ان نرى الرئيس سعد الحريري في بيروت مجددا. انا قلت الاحد الماضي أول حدا قال أنه بـ 14 شباط يسأل الرئيس سعد نعم. الحريري لكن جاي يقرأ الفاتحة على ضريح بيو رح يعمل شوية لقاءات ويرجع يضب اغراضه ويفل مم. موضوع الجزائر ما بعرف شو تفصيله مم. لأنه كل واحد بيخبر شكل في صحيح. حدا بيقول أنه عمل ديل إماراتي تركي مم. وهو كان الوسيط فيه في حدا بيقول جزائري أنا ما بعرف نعم. ومش شاطر بالبزنس وما بيعني لي مم. لكن سعد الحريري للأمانة ما حدا قدر يعبي محله مم. لكن واضح محمد بن سلمان أخذ قرار انه سعد مثله مثل كتار من الزعماء السنه من غير اللبنانيين نعم مذكره بن علي نعم على كل مزاعيم سني صحيح آه بيشحطوه لا ما بدي استعمل كلمه ثانيه كل مزاعيم سني بيعملوا نعم. عليه انقلاب لانه سعد الحريري صار في عليه انقلاب نعم بيروح بيقعد بالامارات، الامارات بلد حامل القيم العربيه المضيافه بيستقبلوه بيقول له اعمل شغلك وطلع فلوس لكن اذا بتريد بالسياسه ما بتشتغل مم. وفيك تعمل جرده على تويتر نعم سعد الحريري كله يا عم ينعي حدا يا عم يبارك لحدا ربحان بفوتبول او بباسكتبول يعني ما بتلاقي جمله سياسيه واحده نعم. ترسيم الحدود ما عمل جمله سياسيه صحيح. نهايه عهد ميشيل عون ما عمل جمله سياسيه اليوم في محققين اجانب موجودين ببيروت ما عمل جمله سياسيه اذا سعد الحريري شو عم شو, شو ناطر هو يرغب بالعوده الى العمل السياسي مجددا ولكن ناطر يعني الضوء الاخضر تحديدا من ولي العهد الاماراتيين بيستقبلوا سعد الحريري مثل ما بيستقبلوا كل اللي بيصير عندهم انقلابات وكانه بلادهم. لاجئ سياسي بعد شوي نعم السويد. هو لاجئ سياسي بالفعل م -م. بانتظار ان يقرر الامير محمد بن سلمان السماح له بالعوده الى لبنان او يقرر هو يتحدى محمد بن سلمان مثل ما بعرف شخصيه سعد الحريري ما بعتقد رح يتحدى محمد بن سلمان مش رح يعملها الا برضاه نعم ورضا الامير مش عندي تسالي السمو نعم طيب حناخد فاصل إذا سمحت وخلينا نفوت عبرين. على زيارة الوزير عبد اللهيان إلى لبنان وإلى سوريا مشاهدينا فاصل قصير ونعود مجددا نبرحب فيكم مشاهدينا الكرام بالجزء الاخير من السياسه اليوم اجدد الترحيب بضيفي استاذ سالم زهران مدير مركز الارتكاز الاعلامي اهلا وسهلا بحضرت بحضرتك استاذ سالم سالم زيارة وزير الخارجية الإيرانية إلى لبنان بالشكل والمضمون قبل ما نحكي عن الزيارة إلى سوريا طبعا وهذه يعني العلاقة استراتيجية وما يتفرع عنها بلبنان بالشكل والمضمون ماذا يعني شو إجا يعمل الوزير عبد اللهيان ماذا حمل إلى اللبنانيين وتحديدا إلى حزب الله بالعادة وزير الخارجية أو الرؤساء دائما بيحضروا ملفات لكل بلد صحيح وبس ملف بينطوى بيمضوا وبيحطوه على جنب نعم في ملف عالق مع الجانب اللبناني وكل ما اجى وزير خارجيه الايراني او اي مسؤول ايراني رح يرجع يعيد طرحه اللي هو انه ايران تقدم لنا معملين للكهرباء واحد بجنوب وواحد ببيروت نعم وليش جنوب وبيروت؟ لانه اذا بتطلع جبال او كسروان او شمال او بتصيروا يقولوا اه احتلال ايراني وكذا, وكذا. نعم ومع هيك الدولة اللبنانية هي لازم تفوت كتاب جينيتس اكيد لازم تفوت كتاب جينيتس انه الدولة الوحيدة بالعالم اللي بتدفع بينالتي ملايين الدولارات على بواخر حقها مئات ملايين الدولارات وما في كهرباء وبتجيها هدية معامل كهرباء وما بتقبلها نعم ما بعرف اذا بالقانون اتحاد البلديات النبطية او اتحاد بلديات الضاحية إلهم حق يقبلوا هالهبة بس جد لازم يفكروا اثنينهم يروحوا مم. باستشارة لشورى الدولة مم. يقدموها انه هل نحن لنا حق ناخذ هي الهبة ونبرمها بشكل مباشر مع الجانب الايراني واذا النا حق بالقانون لازم نعملها ونضوي واللي ما بده كهرباء على مهله على راحته ما ياخذ كهرباء لكن هذا الملف منه ملف اساسي مم. هذا ملف موجود وكل ما يجي ضيف ايراني مثل ما قلت رح يرجع يذكر فيه لانه معلق من زمان واللافت يعني لانه كنا كتير عم نسمع اصوات بالفتره اللي مرقه انه لا منه عرض جدي ومنه عرض رسمي قال الوزير عبد اللهيان انه يعني اجدد يعني بشكل رسمي يعني تقصد يقول هيدي اجتمع الكلمه وليد فياض مع الايرانيين م. صحيح بعد وفد على طهران عمل الرسالة لرئيس الوزراء ورئيس الوزراء نجيب مئات الجواب انه الامريكان قالوا لي دي ضربوه على ايده صحيح ممنوع م. الزياره الحقيقيه سببها هو انه يشوف اثنين سماحه السيد حسن نصر الله والسيد الرئيس بشار الاسد م. ليش؟ م. لانه في اتفاق جزء منه حصل وجزء منه معلق اتفاق روسي تركي سوري نعم. ايران شريكه في هذا الاتفاق في مكان ما نعم. لأن الرئيس الاسد ما بعرف هذا الوقت بيخدمنا لانه موضوع كثير تفضل تفضل الرئيس الاسد ما قبل انه يعمل هذا الاتفاق دون ان يكون ان يكون فيه شريكين م. الاماراتي والايراني الإمارات لكي لا يفهم ان الرئيس الاسد في ظل الصراع التركي الخليجي مم. اختار الانحياز مع الاتراك نعم. وقطر ضد الامارات والسعوديه صحيح ولهيك اجى وزير خارجيه الامارات ولهيك مم. السوريين تمنوا ان يحصل اللقاء الثلاثي في ابو ظبي وايران الشريك الدائم وايران للامانه من اول نهار نعم ما قطعت علاقتها مم. بتركيا وكانت تسعى دائما عبر استنا ومسار استنا الى ان يحصل هذا الاتفاق وشفنا طيب يعني اللقاء القمه من كم شهر نعم. الثلاثي حصل دولوسيا. لقاء لوزراء الدفاع الثلاثه السوري الروسي التركي تم فيه الاتفاق على اعاده انتشار عسكري لبعض القوى والفصائل واللذيذ بالامر انه الاتراك صاروا بيحكوا باسم الفصائل علنا يعني صحيح اعاده انتشار اعاده فتح لبعض المعابر مم. واتفقوا يحددوا موعد للقاء عم نحكي بالشمال السوري نعم بالشمال نعم. السوري نعم. واتفقوا يحددوا لقاء قريب لوزراء الخارجية مم. اللي صاير هو بشكل مختصر ومفيد مم. تركيا من 12 13 سنة طلع وزير خارجيتها أحمد داود أوغلو عمل نظرية صفر مشاكل مم. ومن خلال صفر مشاكل أجا أردوغان على بيروت وقفنا استقبلناه وقالنا له الطيب أردوغان نعم وجاء اردوغان راح على سوريا وما بعرف اذا مشهد يمكن دار الاوبرا كان الرئيس اميل لحود واردوغان والرئيس الاسد وامير قطر نعم وفاتت تركيا عملت اتفاقيات مجحفه بحق السوريين واعطوها السوريين من كيسهم نعم. وانا بذكر مره كنت ببنياس مم. من حي كمان أهلا اخذوني على مزارع السمك بخبرني الشاب اللي, نعم. اللي عم يفرجيني انه هاي المزارع تجمدت وقت اللي عملنا اتفاق مع تركيا لانه صرنا ناخذ السمك من عندهم بأرخاص باسعار ارخص أه. وهلا رجعنا نرجع عطيت مثل نعم صغير نعم. فجأة اردوغان من الاحتلال بالقوه الناعمه م. الى الاحتلال بالقوه وصار بده يصلي بالمسجد الاموي بعدين نعم. صار بده يصلي بحلب واخر شيء صار بده يصلي بعزاز نعم اليوم اردوغان عنده بايار بحزيران انتخابات الناخب التركي لديه هاجس أساسي أولي عنوانه اللاجئين أنه أنت جبت لي اللاجئ السوري عم بغير من هوية المجتمع التركي وعم بينفسني في اليد العاملة لأنه السوريين شعب شغال وأنت يا أردوغان رحت عملت لي حرب بسوريا عم بتكلفنا مليارات الدولارات وعم بتمول مجموعات المسلحة والليرة التركية عم تنهار والليرة التركية عم تنهار مم. إجا أردوغان يقول واجا خطاب المعارضه لأنه اليوم يو يوم عن أردوغان وعنا المعارضه ونحن عم نحكي ايار حزيران عن انتخابات برلمانيه او نعم. رئاسيه اجا خطاب المعارضه يقول نحن مع سلام مع سوريا مم. من اجل عوده النازحين نعم. السوريين الى سوريا ومن اجل وقف دعم تلك المجموعات التكفيريه وعندك معطى ثالث طبعا معطى الكردي اجا اردوغان عند الروس وعند الايرانيين انه انا بدي اقعد مع الرئيس الاسد نعم. الرئيس الاسد تقديري تحليلي هلا مش معلوماتي مم. له مصلحه قد ما في يدفش بهذا الاتفاق لما بعد نتائج الانتخابات ليش مم. اذا ربحوا المعارضه السلام السوري التركي يصبح اسهل مم. لانه اساسا هو المعارضه كانوا ضد الحرب السوريه ومش مورطين بدماء الشعب مم. السوري التفاوض مع اذا الخلاسة. ربح اردوغان مم. بيكون ربح عمل معه اتفاق سلام لكن حط له شرطين الرئيس الاسد نعم. الانسحاب التركي المباشر من الاراضي السوريه صحيح. وسحب الفصائل المعارضه وعليه باختصار اردوغان قبيل الانتخابات النيابيه والرئاسيه لديه لغمين اساسيين في المجتمع التركي وهما اللاجئين ودعم المجموعات المسلحه بالكثير من الاموال مما يؤدي الى انهيار الليره التركيه مم. يحتاج الى اتفاق مع الرئيس الاسد وسوريا مم. الرئيس الاسد والقياده السوريه بتحليلي برايي الشخصي تريد لهذا الاتفاق ان يحصل بعض الصيف لكي لا يستفيد منه اردوغان في الانتخابات وعندها سوف يحصل سواء مم. مع المعارضه إذا ما فازت وأصبحت الحكم أو مع أردوغان إذا ما فاز م -م. بهذا الوقت إجا عامل جديد هو العامل الأمريكي م -م. إجا الأمريكيين يقولوا للأتراك ستوب وللإماراتيين وللأ ستوب م -م. شو بدك يا أردوغان من الرئيس الأسد جاوب أردوغان أنه بحجة المنطقة الذاتية الكردية م -م. وأنه هون الأكراد انفصاليين وعم يعملوا دولة م -م. ومع الإشارة إذا حضرتك بتشوف في الخريطة الواسعة كردستان الكبرى اللي فيها 50 مليون كردي تمتد من إيران إلى العراق إلى سوريا إلى تركيا نعم. وبالتالي الدول الأربعة لهم مصلحة في تفكيك هذه الكردستان صحيح والمظاهرات في إيران اللي عم يحضروها اللبنانيين على الشاشات نعم. بمعظمها هي في المناطق الكردية صحيح وعلية الفرحية. نعم صار في مصلحه مشتركه عند هذه الدول اليوم اجوا الامريكان قدموا له عرض لاردوغان انه حتى هي المجموعات الكرديه الذاتيه نحن مستعدين نعمل اتفاق انت وياهن وشو بدك انه هو الجماعه جاهزين انا برايي اردوغان مشكلته مش المشكله الكرديه مم. مشكلته المشكله الانتخابيه وتحديدا اللاجئين في تركيا وعليه المشوار طويل نحن بانتظار اما اردوغان نعم. يستطيع أن ينتزع السلام السوري قبل الانتخابات لوظفه في الانتخابات وإما الدولة السورية تستطيع أن تؤجل هذا الاتفاق إلى ما بعد الانتخابات لكن أنا أجزم عبر الأنبئان أن اتفاقا عسكريا ميدانيا قد حصل لفتح المعابر الحدودية ولسحب المجموعات المسلحة من عدة مناطق مش شغلتي العسكر وتفاصيله صحيح وتفاصيل أنه لوين بدون يروح خبرة يحكوا نعم. عنا لكن في البند العريض نعم حصل اتفاق عسكري ميداني له علاقه بالأنفور له علاقه بالاوتسترادات التي تربط سوريا نعم. بتركيا بالعراق وله علاقه حتى ايضا بمطارات دمشق الدولي وحلب وسواها لكن بترك للعسكر هن يحكوا التفاصيل نعم طيب سالم الاكراد ستضمن الدوله بالمقابل يعني الدوله السوريه ستضمن عدم حصول اي عمليات من الشمال السوري باتجاه تركيا مثل ما كنا نشوف يعني قبل الحرب السورية كنا نشوف كان هناك ضمانات يعني أو الدولة السورية تفرض نفسها بالقوة لعدم حدوث أنا عمليات باتجاه أنا الأراضي التركية أنا تحديدا من حزب العمال الكردستاني أنا بثقافتي الكردستان. وبحياتي متعاطف مع القضيه الارمنيه والقضيه الكرديه صحيح وبعتبر أن الارمن والاكراد بيشبهونا وبيشبهوا الشعب الفلسطيني مم. بالمظلوميه مم. لكن للاسف القياده الكرديه شيء والشعب الكردي شيء اخر أي. القياده الكرديه مثل 14 مم. اذار عنا شو معطيطين هون اخر شيء بدهم بابا امريكا شو بده بابا امريكا هلا تركهم هروا اجوا عند الدوله السوريه اجتمعوا مع اللواء علي مملوك وقالوا له شباك لباك قوات سوريا ديمقراطيه دي. شفنا إنها... اتصال مم. من المبعوث الامريكي رجعوا ردوا قالوا بطلنا اذا الحكم الذاتي الكردي سلم امره للامريكي م. تسليما كليا م. بس يتخلوا عنه الامريكان بيجي على الدوله السوريه بس يرجعوا الامريكان يمدوا له الطاق بمد يعني بمعنى انهم يعني يمكن أن يكونوا في الحضن السوري في المرحلة المقبلة ما ما, ما ما عندهم استقلالية ذاتية فيك تقري مذكرات جون بولتون الغرفة التي شهدتها الأحداث مم. بيحكي هو أنه يوم اللي كانوا عم بفل ترامب بده يفل من سوريا وصار اتصال بينه وبين أردوغان كتبهم بكتابه يعني نعم. بين أره ودخل جون بولتون قال له اللبي الإسرائيلي يضغط علينا من أجل الأصدقاء الأكراد مم. الأكراد رفعوا علم إسرائيل علناً نعم ومرسمين الاكراد عبر صداقتهم بالاسرائيليين ورح ارجع عيد مش الشعب الكردي لا, لا صحيح. انا احب واحترم واجل الشعب الكردي والشعب الارمني لانهما شعوب مظلومه مثلنا صحيح يعني ها هي الحلم الكردي, الكردي بال... عمره 100 سنه ب... طبعاً بقيام دوله ال... نعم. الحكم الكردي الموجود حاطط كل بيضاته بسله الامريكان من الاخر طيب آه يعني اليوم ال... يجب النظر عفوا بعتذر عفوا يجب النظر استاذ سالم الى التطورات التي سيشهدها الشرق والشمال السوري برايك لانه يعني من هيدي الساحه من هذا الميدان يمكن ان تتاثر الساحه اللبنانيه اما شد واما يعني استرخاء لا الصيف فينا فينا لها هيدا الربط العضوي اذا صيف 2023 صيف حاسم م. صيف 2023 نهاية الانتخابات التركية وقتها بنشوف إذا <applause> إذا أردوغان جد بالاتفاق ولا هو عم يستعمله بس ل ياخذ اصوات وبعدين بيقول لنا باي باي الصيف عندنا مفصل اجتماعي معيشي اقتصادي بلبنان مع انتهاء ولايه حاكم مصر في لبنان تقديري الصيف سوف يكون صيفا مفصليا في السياسه <applause> يعني على مستوى استحقاق رئاسه الجمهوريه وايضا يعني اكثر من استحقاق حتى الاقتصادي والمعيشي انا مش عم بجزم و... لكون واضح مش عم بجزم انه يصير رئيس جمهورية بالعكس مم. يمكن بالصيف هذا المطاب ما نستفيد منه نعمل رئيس جمهورية ويمكن نعم. نستفيد ونعمل رئيس انا مم. لا اجزم اننا امام رئيس الجمهوريه لكن في الصيف سوف يكون موعد نفسها. اقتراب الانهيار الاقتصادي في لبنان وبالتالي قد تكون قوه دفع من اجل انتخاب رئيس يعني ان شاء الله لانه يعني المسار اللي عم نشوفه باداره هيدي الازمه استاذ سالم يبدو, يبدو لا تنزل لا نحن من وقت طويل يعني ميومين يعني نحن فعليا من 2005 وقت اللي انسحبوا السوريين من لبنان صرنا بنشتغل يومك يومك هالقد يعني على امل آه انه دايما تحمل اكيد تحمل الايام اللي جايه للصيف ما يكون هيك الصيف كمان يعني حار ومتعب للبنانيين لانه يعني بعد ثلاث سنين من الازمه بس اللبناني يعني عن جد تعبنا هيدا البلد يعني على قدر ما كان سقوطه سهل يؤمل ان يكون يعني صعوده كمان سهل بنفس القدر بس بس مثل ما بيقول عبد عبد المطلب ودع هواك كان ساه عمر اللي راح ما يرجعش تاني ما لنا سهل الرجع مثل ما كنا يعني امبارح نعم. حدا عم يبعث لي انه بنرجع مثل ما كنا على 1005 وخمسة مم. شو بدك تجاوب تياس الناس يعني نعم. بس انه الواحد لازم يكون واقعي اكيد لبنان اللي بنعرفه انتهى مم. لبنان اللي بنعرفه ال... كمان ما كان طبيعي يعني ما كان طبيعي مليون لبناني يروحوا على تركيا ومليون لبناني يروحوا على شرم الشيخ يعني نص البلد نعم. يسافر على تركيا مم. وعشرة شرم الشيخ ما كان طبيعي انه 40 45 الف سياره جديده يعني كل سنه الم... تنزل يعني نحن نعم. كنا عايشين اكبر من قدراتنا. هول 30 سنة خلصو. عجاف و30 سنة سيمان خلصوا العجاف خلصوا السيمان اللي كانوا فيك العجاف. اللي كانوا فيك لأنه كانوا كان نطربش نعم. نجيب من الخليج أموال نجيب من إفريقيا أموال يحطوها المغتربين بيعيشونا من, ايه. من أموال الناس وبيقرضونا طيب من أموال الناس يعني من الأمانات إذا بدك ايه هذا الطربوش ايه. بيخلص نظام الطربيش ايه. سقط م. لكن المشكلة لا يبدو في الأفق نظاما جديدا يلد يعني ما ما بنحب عادة نختم بهيدي النظرة وخلينا نضلنا نقول لولا فسحة الأمل على كل حال يعني للأسف نحن لقائنا انتهى أستاذ سالم أنا كثير بدي أشكرك لحضرتك ولوقتك مدير مركز الارتكاز الإعلامي أستاذ سالم زهران أهلا وسهلا بحضرتك مشاهدينا شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء